احنا بالواقع بدكم هيك بس فتح احزانكم شوي وناخذ اوامر ثانيه. بدنا ناخذه هو مطلوب منكم تصميم مشهد خارجي لبيت قديم بهالشكل هذا وبكل تفاصيله، يعني شيء قريب له نوعا ما. يعني هاي البيئة بدي اللقطة تطلع معكم هيك. هلا هاي ممكن تكون بس عبارة عن والله عملنا بوكس ونفرنا اكسترودين سطحين، هون هاي بس عبارة عن بوكس اكساء وفتحنا شبابيك رح يطلع منها، بس هاي التفاصيل الصغيرة شايفينها هون، كرسي مسدود هيك، حديد، عمود معدن، سآلي طالعة مكسرة، هيك هدول بالموديلين كلهم بدهم يطلعوا معكم. لا حطيت لكم سيارات قديمه ما تشغلوا بالكم، فرن قديم مستور، ما والله حطيت بوريت عملت سلندر، لا الطعويج وحاول الاف اف دي بوكس نوعا ما نويز او شيء. تقطيعات هون، تقطيعات الحجر هاي كلها بتنضاف معكم بالكونكت وبتنفروها بتشتغلوا فيها وحده وحده. حروف فيلت ضفنا زخرفي هون، معكم وقت علي ما بدي اعمل هلا البس جاي يطلع كامل. عشب مسدود هيك، هاي بتتاخذ معكم من شجر على فكره، بنقدر ناخذ بس الاغصان من هون من الاي سي اكستندد، بس لانه مرينا عليها بناخذ الفولياج مثلا، اخذنا هاي الشجره السلام الاحمر موديفاي، فبقول له خلي لي بس الاغصان، ممكن اقول له حتى ترانك الغي لي اياه، فبقيوا معي بس هدول، ممكن حولها لبولي واخذ بس شو منها العنصر هذا. في عنا كمان الأرضية زفت، ما والله حطيت بلين وخلاص، منضيف بلين منعرجه وممكن كسره تكسير بتقطيعات معينة، إذا بتميلوه بتحطه والله بركة مي كمان مثل هيك شيء بيكون أحسن يعني. شيء محل خضرة مثلا، كم بندورة معفوسة الشغلة او هيك شيء ما بعرف، بدي هيك يطلع طابع قديم. كثير بفيدكم على فكره ب شلون بدي اقول اوامر التعديل، انه تفتحوا ذهنكم للاخراجات هاي. الشبابيك هون حطينا بقلبهم براده ما بينوا مثل ما هن، تمام، خشب قديم ما اخذي والله شكل واحد، بعد ما رسمنا الاطار اخذنا الفيرتكس ميلناه شوي فطلع ما كله خطوط مستقيمه. هون ملاحظه ترتيب الشغل مهم، يعني انا هون هي ممكن تكون كلها عباره عن بوكس، حفرها اول شيء كلها خطوط مستقيمه، وبعدها شو ممكن نعملها؟ بالاف اف دي بوكس او بالنويز تاخذ الشكل هذا انه ما له انتظام. فانا ممكن هون كثير صعب انا بلش منه من بوكس واعطيه نويز او اف دي بوكس مشان ما يطلع معي شكل منتظم وبعدين حفر فيها. عرفتوا شو الفكره؟ يعني بدي ابلش منها كخطوط مستقيمه وبعدين كمل. حاطط لكم هون شويه افكار. شلون مسدوتي هون حجاره ممكن هاي تزبط معكم، ممكن هاي اللقطات تستفيدوا منها، الارضيه هون، الشبابيك، زخارف على الحروف، في كان شويه لقطات ثانيه، الفوانيس هون، هيك اخراجات كمان بتطلع كثير حلوه، شجره قديمه يابسه مثلا، شوف تزريعه فخار. هاي العريشة الطالعة مع الفوانيس كمان هاي ممكن كلها تضيفوها كإخراجات. هدول السؤالات ما بعرف شو بسموها، هاي عبارة عن سلندر بس ما أعطينا هيك، شو ضايفين له؟ نويز مشان يعطيني شكل التعرج هذا. ومعكم كمان شوية بلوكات هون عبارة عن سيارات، في عندكم هاي سيارات قديمة، هاي مثلا، فكلها كمان موجودة معكم هون، إضافة البلوكات بس إني أفتحها، هاي ملف البلوكي موجود معنا هون 3DS امتداده، كبس مع سحب زتيناها بالمشهد، تمام؟ هلا هاي بتيجي معي أحيانا إذا نحن مشتغلين بالسنتيمتر أو أبعاد معينة. فمشان انا صغرها بنسب بزر اليمين بعطيه سكيل هون بقول له مثلا صغر لي اياها 10% مشان ما اشوهها، بس هاي الفكره، ممكن اخذها على النسب كمان.
ممكن تزبط معنا. بالنسبة للمواد هون ممكن تستعملوا كتير مواد الماكس، إذا نحن بدنا شيء قديم أو الحيط نفسه ما يكون عنده عبارة عن لون واحد مثل ما شايفين هون، ممكن أعطيه نويز مثلا مع ألوان، فرح يعطينا شوية دولة الحجر هاي؟ تلاقي ايه هلا هدول هني بالواقع بيعملوهم من اكساءات بتطلع معهم، بكون صورة اكساء فيها هيك شيء، في اكساءات خاصة للتعتيق انه يعطوا الصورة. انت بالنسبة لكم ممكن ترسموها هاي لاينات هيك وتحطوها قشري او تداخلوها معها تطرحوها طرح، ممكن بس انتبهوا انه ما كتير تضربوا الشكل. ممكن يعني اذا ما بتكون شكلها معقد كتير اخذنا بوكس من ستاندرد بوكس، هو نفسه مقطع بس عبارة عن فيرتكس رفعناهم ميلناهم كسرناهم شوي واكسترود بسيطة، بعدين لما رح تضيف له المش سموث رح تعطيك هالكسرات هاي كلها ممكن توصل منها لهالنتيجة هاي. الغلق اللي هون مع اشكالهم يعني المشروع بيطلع معكم بس هو صعب ما نسهل يعني، لذلك ما مثلا من هون للأحد اعتبروه شغل على اغلب على كل الاسبوع الجاي يعني عاد اشتغلوا فيه على مهلكم. اهم شيء تعرفوا ترتبوا الشغل، انا قبل ما ابدا خطط يا ترى هاي منين بدي ابداها، ابداها كلها هاي من كتله وحده ولا مثلا فرق البناء الفوقاني عن الارضي مثلا، فهي الشغلات كلها خططوها قبل ما تبدوا. فما عاد في خوف انه انا اوصل لمرحله الى اي حاله وصلت لنقطه ما عاد اقدر اكمل بعدها، هي بس انتبهوا لها. اضيفوا انتين فوق حلو. في اسئله ليه؟ تمام لهون.